يقول مرت فين الأيام، يوم من الأيام أنا قاعد أمشي ومشغل موسيقى وبالشارع، يقول مر علي واحد من، يقول كنت أسميهم الدراويش مطاوعة، يقصدني أنا يعني، يقول مر علي واحد ملتحي وقال لي نزل الدريش، يقول أنا سوي نفسي ما أسمعه، يسلم أنا ما أرد عليه أدريش بيقول لي، يقول فلما التفت إليه ناداني باسمي، كان التفت اخترعت شعرفه باسمي، يقول اتضح واحد من عيال عمي، استحيت، يقول عطول قصرت على الصوت الموسيقى، قلت له هاي فلان اسمح لي ما سمعتك، قال لي لو تسمع هالشريط أحسن لك، يقول أعطاني شريط بالسيارة، حنا واقفين بالسيارة، شريط لقارئ صغير تذكرونه اسمه محمد البراك، الصبي الصغير الذي يقرأ القرآن سورة يوسف، يقول أخذت الشريط قلت له جزاك الله خير وما قصرت ومشى، يقول رفعت جامة السيارة ومشيت، يقول لما راه بعيد أخذت الشريط وحذفته رميته، لكن يقول نسيت أني أنا رفعت دريشة السيارة، فضرب الشريط جامة السيارة دريشة السيارة ثم سقط تحت، يقول خليته شريط ما اهتميت فيه. ومرت الأيام، يقول كانت عندي صاحبة ثانية وعتها في ذيك الليلة، يقول رحت لها البيت، أمها كانت في استقبالي، واحدة عاهرة معروفة، يقول دخلت عليها في الغرفة، يقول لما دخلت وخلوت بها في غرفة أحسست برعشة، ارتجف جسمي من رأسي إلى قدمي، يقسم لي، هو يحدثني بالقصة، قالت لي هيت لك، يقول خفت ما أدري ليش، مع أنه مو أول مرة، يقول ارتجف جسمي وارتعدت فرائصي، قلت ما أدري، قالت ليش فيك، تعال هيت لك، يقول راودتني نفسي لكنني ارتجف ما أدري ايش فيني، يقول فخفت، فخرجت من الغرفة وهي تناديني، يقول هربت من بيتها وأمها تناديني، يقول وركضت من البيت وأنا خائف لأول مرة أخاف، يقول ركضت وصلت بالقرب من بيتهم إلى مجلس شباب جالسين خارج البيت، جلست عندهم سلمت سألتهم قلت لهم منو فيكم يعرف هذا البيت، أشرت لهم على البيت، كان يقولون كلهم إيه هذا البيت معروف، قلت لهم إيش تعرفون عن البيت، قالوا معروف في بنية منتهية رايحة فيها، في بنية فاسدة اسمها فلانة صاحبتي، قلت لهم شو تعرفون عنها، قالوا هذه معروفة، هذه من زمان فيها مرض الإيدز وقاعد تطيح الشباب بهذا المرض، وأوقعت أكثر من واحد بهذا المرض، تنشر المرض للشباب، يقول فلما قالوا هذه الكلمات أخذت أبكي، كيف أن الله أنجاني منها، أخذت سيارتي رحت البحر، وقفت عند البحر وجلست أبكي، تذكرت لو أنني أصبت بهذا المرض من سينقذني، من سينجيني، أي فضيحة ستكون، أي حياة سأعيش، يقول وجلست أحط شريط أغاني بعد شريط، شريط أغاني بعد شريط، كل شريط أزداد همًا وأرميه، كل شريط أضيق صدري أكثر وأرميه، يقول حتى وجدت الشريط القديم، محمد البراك سورة يوسف طايح، أخذته شغلته، يقول أول ما شغلته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، يقول أجهشت بالبكاء وعلمت أن الله يدعوني إليه، لولا أن الله عصمني لكنت الآن في أي واد أهيم.